والمجتمعات الاسلاميه مجتمعات تكافليه يعني يا ريت لو تحدثنا في بدايه هذا هذه الحلقه عن فضل الصدقه للايتام والمساكين مال والارامل مال صحيح نعم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله الاسلام حس كثير في ايات القران واحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام على رعايه الايتام والارامل والمساكين والتصدق عليهم نعم. من الاحاديث دي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى, صلى الله عليه, عليه وسلم سلام. الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر رواه البخاري ومسلم الساعي على الأرملة والمسكين يعني بيسعى في كسب الرزق الحلال وياكل نفسه وليداته بنياته وزايد من حاجته او من حاجته يساعد الارمله المتوفي زوجها والمسكين والما ما عندي شيء ده ثوابه زي ثواب الزول اللي بيجاهد في سبيل الله وثوابه قدر ثواب الزول بيصلي بالليل ما بيرقد وثوابه قدر ثواب زو... الزول اللي بيصوم بالنهار ما بيفطر شوف الفضل <applause> العظيم <عزيزي> نعم يبقى ولذلك احاديث كثيره فضل الصدقه منها قال عليه عبد الصلاه والسلام والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار مم. وفي حديث ثاني قال ما نقص مال نعم. عبد من صدقه صدقه تنقص المال وحديث عظيم جدا في السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظل قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه م. برضو حديث ثاني في المال الصدقة آه عن عقبة من عامل الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله, الله, الله. عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس رواه ابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما مم. ورواه الحاكم وقال على شرط مسلم نعم. قال الحافظ المنذري الحديث صحيح حديث ده فيه بشاره عظيمه لكن الناس ما حاسين بها نعم هي؟ البشاره العظيمه مم. انت في مده حياتك بتساعد الايتام والارامل والمساكين والفقراء من مالك الخاص الصدقات دي كلها مده حياتك يوم القيامه تتجمع ولما ربنا يجمع الاولين والاخرين يوم القيامه في ارض المحشر وارض المحشر ملسيزه يا الطريبيزة دي وتنزل ملائكه السماوات السبع يحطوا بالخلائق من جميع الجهات وتنزل الشمس فوق رؤوس الخلائق مسافه ميل واحد بس والناس يكونوا في الارض واقفين حفيانين عريانين لا ياكل ولا يشرب لا ينام في الوقت الصعب ده والحر الشديد ده المال اللي انت صدقت به في مده حياتك يبقى زي المظله يظلك من حر الشمس ويبطل مظلك لغاية ما يجي الحساب والناس يتحاسبوا وانت تتحاسب وده كله انت في ظل الصدقة بتاعتك مم. نعيد الحديث ثاني عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يوصل بين الناس مم. شو البشارة مم. العظيمة مم. نعم.